دونك غادي نمشيو للثيوريم ولا اللي هي لا بروبوزيسيون 3 في هاد لي بروبريتي دورت اي لي سويت ريال كونفيرجون واللي سميتها ثيوريم دونكادرومون ولا عندها سميه اخرى ثيوريم دي جوندار. ديجا كنتو كتعرفوها، الان غادي نحاولوا نذكروا بها ونديروا ديمونستراسيون ديالها. دونك سوا يو ان في ان دبل في ان دي سويت ريال تيل كو، شنو قالوا لي في الافتراض عندك سي. الوغ الا افترضنا باللي كيل اكزيست كاين واحد ان ابارتيان ا ان، كيل اكزيست كاين واحد ان ابارتيان ا ان، ياك بحيث بور تو ان ابارتيان ا ان افيك ان سوبر ايغال ا ان امبليك شنو عندنا، عندنا واحد يو ان صغار من في ان صغار من دبل في ان. فمثلا نقولوا باللي داك غون ان هي 8 افتراضا. دابا حنا شنو كيدير ان؟ ان صغيره الا كان اكبر من او يساوي ان. نبداو بالحاله الاولى، ربما يكون ان كيساوي ان، يعني ان صغيره حتى هو كيساوي 8. الا كان ان صغيره كيساوي 8 ف او ديال 8 صغار من في ديال 8 صغار من دبليو في 8. شكون اللي مور 8 عندك؟ 9. الا كان ان كيتساوي 9 دونك او ديال 9 كبر من في ديال 9 صغار اصلا يساوي في ديال 9 اصلا يساوي دبليو في ديال 9 وهكذا كذلك جوسكا لا لانفيني حنا ماشيين. فكتبقى يعني كتبقى هاد لينيغاليتي هادي دائما صحيحه. الوغ قبل 8 انا غير افترضت باللي ان كتساوي 8، يعني قبل 8 الا كانت ان كتساوي 7 ولا 6 ولا 5 فهاد الشيء ماشي بالضروره يكون صحيح. يعني ممكن مثلا نقولوا 5، ممكن تكون عندنا او ديال 5 اكبر من في ديال 5. صافي حنا اللي اساسي ابتداء من 8 الفوق فكترجع هادي صحيحه، كترجع او ديال 8 صغر في ديال 8 صغر من في 8، او ديال 9 صغر في ديال 9 صغر من في 9، او ديال 10 صغر في 10 صغر من في 10 وهكذا. الوغ سي لي اكزيست ان اليمون ان كي ابارتيان ا ان، بحيث الا خديت اي ان سوبر ايغال ا ان اون او ان اون في ان كومبري ما بين او ان و دبل في ان، ياك. دونك هذا الشرط الاول في التيوريم ديال لي جوندار. الشرط الثاني اي سي او دو ان، هادو اللي جايين هنا الا كانت لا سويت او ان كتكونفيرجا فيغ ال ولا سويت دبل في ان كتكونفيرجا فيغ ال، الوغ حتى في ان راها كونفيرجون كي كونفيرج فيغ ال. هادشي سميناها التيوريم دو جوندار. بحال اللي عندك لي جوندار كيحصروها، الا كانت هذيك كتكونفيرجي فيغ ال وهذيك كتمشي ل ال، الوغ حتى في ان غادي تمشي لال. دونك هاد التيوريم هادي كتسمى تيوريم دونكادرومون او بيان تيوريم دي جوندار. باش تكون يعني نابليكيو هاد التيوريم خصك دو كونديسيون. شنو هو الكونديسيون الاول؟ خص يكون بعدا ايل اكزيست ان ابارتيان ا ان، بحيث بور تو ان ابارتيان ان الا كان ان سوبر ايغال ا ان عندنا في ان كومبري ما بين او ان و دبل في ان. دونك في ان غتكون محصوره ما بين هاد جوج ابتداء من واحد العدد، داك ابتداء من واحد ان، هاد ان يقدر يكون هو 8 يقدر يكون 0 يقدر يكون 1 الله اعلم. الشرط الثاني خصها تكون او ان كتكونفيرجا فيغ ال وحتى دوبل في ان كونفيرج فيغ ال. الوغ دابخي تيوريم دو جوندار ولا كتسمى تيوريم دونك ادغومو، حتى في ان غادي تكون كونفيرجونت و ايل كونفيرج فيغ ال. نبداو دابا ديمونستراسيون ديالنا. الوغ غادي ناخذ بعدا سوا واحد ايبسيلون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو كيف ما بغيتو، ياك. عندنا حنا شنو كنعرفوا؟ غادي نفترضوا طبيعه الحال باش نمونطريو هذه الخاصيه غادي نفترض باللي هذا الشيء صحيح وغادي نفترض باللي هذا الشيء صحيح باش نمونطري هذه. دونك شنو غادي نفترضوا؟ غادي نفترضوا باللي il existe un element n appartient à n tel que pour tout n appartient à n avec n supérieur à n implique بان un inférieur égal vn inférieur égal wn. هذا الشيء في الافتراض. وغادي تفترض بان لا سويت او ان كونفيرج فيغ ال لوغسك ان طون فيغ لانفيني، وغادي تفترض بان حتى دوبل في ان ما لا سويت اون سويت كي كونفيرج فيغ ال لوغسك ان طون فيغ لانفيني. دابا هادو الافتراض، هادو هما لي بوتيز ديالي. اشنو خصنا نمونطخيو؟ خصنا نمونطخيو بان في ان سويت اون سويت حتى هي كونفيرجون كي كونفيرج فيغ ال. دونك مزيان نبداو باللولة او ان كونفيرج فيغ ال lorsque n tend vers l'infini. شنو كيعني هذا؟ انا اختاريت واحد ايبسيلون موجب قطعا بطبيعه الحال حسب التعريف، يعني لا ديفينيسيون ديال لا سويت كونفيرجون بويسكو انا اختاريت واحد ايبسيلون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك il existe كاين واحد ان، غير باش ما نسميش نفس ان هنا، ان اللي كاين هنا تسميه هنا ان، سمي شي سميه اخرى
سميه مثلا ان ان il existe واحد ان ان appartient à n tel que pour tout n appartient à n avec n supérieur égal à n1 implique que la valeur absolue d'IL un moins l inférieure strictement à epsilon. D'abord, le cas wn, mais là, wn, ça converge vers l lorsque n tend vers l'infini. Alors, je vais dire que il existe واحد n2, mais n2 appartient à n, tel que pour tout n appartient à n, avec n supérieur égal à n2, implique que la valeur absolue d'IL wn, wn moins L, juste bien qui converge vers L, inférieur strictement à epsilon. Ou on dit, حسب الافتراض, حسب الافتراض, on dit, il existe un élément N appartient à N, tel que pour tout N appartient à N, avec N supérieur égal à N, implique UN inférieur égal VN inférieur égal WN. Donc, هادو مزيان. Alors, bimana, il est quand ça un supérieur égal à n1, la valeur absolue d'IL un moins n inférieur strictement à epsilon. Il est quand un supérieur égal à n2, donc la valeur absolue de vn moins l inférieur strictement à epsilon. Il est quand un supérieur égal à n, fa vn compris entre un et wn. Bimana, il a retardé le max d'IL hadou pleta. Hadou, je connais homme. n1, n2, n. C'est le mihana n0. n0, je connais homme. C'est le max d'IL min. D'IL n, d'IL n1. ديال ان جوج بمعنى شنو كيعني هذا كيعني بلي بور تو ان ابارتيان ا ان الا كان ان سوبيريور ايغال ا ان زيرو شنو كيامبليك كنستنتج منه بلي هادو بثلاثه صحاحين ثلاثه بهم صحاحين الا كان ان اكبر من او يساوي ان زيرو شكون هما هادو بثلاثه صحاحين غادي نستنتج بان لا فالور ابسولي ديال او ان موا ال اصغر قطعا من ايبسيلون علاش الا كان ان كبر من ان 0 فان كبر من ان 1 لحقاش ان 0 راه كبر من ان 1 وبالتالي ان كبر من ان 1 والا كان ان كبر من ان 1 بمعنى هذا الشيء راه صح يعني هذا صغر من ايبسيلون نفس الشيء ان كبر من ان 0 بمعنى ان ها هي كبر من ان 2 والا كان ان كبر من ان 2 دونك لا فالور ابسولي ديال wn موا ال حتى هي انفيريور ستريكتومون ا ايبسيلون ان كبر من ان 0 دونك ان راه كبر من ان ان 0 كبر من ان ياك دونك هذا كيعني بلي او ان صغار من ف ان صغار دبليو في ان دونك شنو غنستنتج من هذه النتيجه غنستنتج بلي ملي كنقول انا لا فالور ابسولي صغار من ايبسيلون بمعنى او ان موا ال مالا محصوره ما بين ماذا ما بين ايبسيلون وموا ايبسيلون كذلك دبليو في ان موا ال حتى هي راها كومبري ما بين موا ايبسيلون وايبسيلون وديجا عندي او ان صغار vn صغار wn صافين انا الهدف ديالي خصني نمونطري بلي vn كونفيرج فيغ ال يعني خصنا نمونطريو على فا داك النتيجه التاليه لا فالور ابسولي ديال vn موا ال صغر قطعا من ايبسيلون الى مونطريت هذه دونك vn راه كونفيرج فيغ ال هذا هو الهدف ديالي خصني نوصل ليه في التالي بما ان خصنا نمونطريو بانه vn موا ال كومبري ما بين ماذا ما بين ايبسيلون موا ايبسيلون هادي خصني نحاول نوصل لها دونك كيفاش غادي نديرو تنوصلو لهاد النتيجه دونك شوفوا معايا مزيان حنا عندنا او ان موا او ال موا ال صغر من ماذا او ان موا ال راه صغر من في ان موا ال علاش بما ان او ان صغر من في ان الو حتى او ان موا ال راه صغر من في ان موا ال وفي ان موا ال في ان صغر من دبل في ان الو حتى في ان موا ال مالا صغر wn موا ال و wn موا ال راه صغر قطعا من ايبسيلون وحتى un موا ال un موا ال اكبر قطعا من موا ايبسيلون ها هي un موا ال راه اكبر قطعا من موا ايبسيلون دونك هاني النتيجه اللي توصلت لي شو توصلت توصلت باللي vn موا ال كومبري ما بين موا ايبسيلون وصغر قطعا من ايبسيلون دونك لا فالور ابسولي ديال vn موا ال اصغر قطعا من ايبسيلون اذا شنو النتيجه اللي توصلت لي لا كما كتشوفوا لا ديمونستراسيون ملي كنت بديتها في الاول بديت باللي بسوا ايبسيلون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو دابا شنو غادي نقولوا الف دونك بور تو ايبسيلون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو il existe كاين واحد ان واللي سميتو انا ان زيرو الف شكون هي ان زيرو il existe واحد ان زيرو شكون هو ان زيرو سي لو ماكس ياك شنو قلنا ان 0 هو لو ماكس ديال من
ديال ان و ان ا و ان 2 هو هذا مالو كي ابارتيان ا ان ياك تيل كو بور تو ان ابارتيان ا ان افيك ان سوبيريور ايغال ا ان 0 امبليك النتيجه اللي توصلت لها توصلت بان لا فالور ابسولي ديال في ان موا ال انفيريور ستريكتومون ا ايبسيلون شنو كاني هذا دونك في ان c'est une suite convergente qui converge vers L. Donc finalement, Vn, c'est une suite convergente qui converge vers L quand N tend vers l'infini. Et donc, Hekka, quand on s'attaque à les propositions de Kleta, il y a les propriétés d'ordre, les suites réelles convergentes. Et donc, maintenant, on a fait un peu كما قلت لكم اي مشكل يعني لقيتو في هذه الديمونستراسيون فقط خليوها لي في خانه التعليقات طبيعه الحال الديمونستراسيون هذه راه مهمه بزاف فهي كتعاوني كيفاش نفكر كتعاوني كيفاش نتعامل مع التمارين بزاف ديال الحوايج اذا شكرا لكم على المتابعه نتلاقاو ان شاء الله مع دوتر بارتي من هاد لي سويت نيميريك